بستوري جد مفاجئ صدم المتابعين، شاركت نانين بيوتي هاي الصورة واللي ظهرت فيه كتير تعبانة ومن المستشفى، وعلقت بي وين مختفية. هذا ما أقلق متابعينها بشكل كتير كبير وخلاهم يتساءلوا عن سبب دخولها المستشفى. هذا اللي دفع أختها شيرين لتنشر ستوري على انستغرام شاركت فيه صورة لنارين وعلقت بي بحبك نارين إن شاء الله خير لا تخافوا. وتلاها عدة ستوريهات من إخوانها التانيين، فشارك شيرو هاي الصورة وعلق بي الله يحميكي ويبعد عنك كل شر ويخلينا ياكي. أما أم نارين فكانت كتير قلقة على بنتها وكانت معها طول الوقت بسبب تواجدها بدبي حاليا، وشاركت هي كمان ستوري كتبت فيه أطيب وأحن وأحلى بنت الله يحفظ لي ياكي ويبعد عنك كل شر. فالسبب الحقيقي اللي خلى نارين تدخل المستشفى هو التعب والإرهاق حسب تصريحها، فطمأنت الجمهور عنها بسوري علقت من خلاله بي شكرا لك الحد اطمن علي الله يحميكم كلكم والله أني بحبكم كتير الحمد لله أنا بخير، بس كان في إرهاق وتعب أثر على صحتي وجسمي كتير، بس إن شاء الله رح نرجع بقوة. فكل هذا صار مع عودة أنس وأصالة لدبي، هذا اللي خلانا ما نشوفهم مع بعض لحد الآن حسب تحليلات الجمهور، وممكن نشوفهم في الأيام القادمة لما تتحسن نارين. فنارين حاليا عم تقدر تطلع من البيت، فشفناها بآخر ستوري لإلها بالسيارة. ألف الحمد لله على السلامة لنارين.